صباح زعزوع. نعم معلم. هيدا المكتب مكتبي لالا. ايه حط هدول على المكتب، نحن هلا صرنا من عبكره بنفقني، ما بقى معنا وقدرتي. وجدني ضيع وانا بزقط لك ولا ما عم ترد. يا شو كل هالصيف؟ ليش هالصيف؟ مشان حضرة جنابك تسمع وتيجي تشوف شو طلباتها شو بدها. اذا بتريد يعني انا بيجي بدون صيف. يعني انت ما بتحب الصيف؟ ما بحب الصيف. وحاضر بيت شو بيت؟ انت ما بتغنى بالحفلات؟ ايه بغنى. منك مطرب؟ بلي. تعمل هلا لما بتطلع على المسرح وبتغنى الناس ما بتزقف لك؟ بلي. طيب انا عم زقف لك؟ لا بالحفلات شاو هون شا. اذا بتريد يعني احترم حولك. حاضر بيت شو بيت؟ ما بتعرف مين اللي انا بحبك؟ ايه بس بعد اوقات هاك بتخربط معه. لا لا انا حبك هلا حبك كثير 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 كثير. منيح. شو رايك اجتني فكره انك تسافر من هالبلد؟ اه سافر؟ لوين بدي سافر؟ شو ما بدك سافر؟ امريكا، استراليا، افريقيا، وما بدك؟ على هونولولو؟ هونولولو؟ ايه. وليش مهتم هاك بانه انا سافر؟ ولك هادر بيس، انا الحقيقه شايفك انك انت زعلان كثير ومهموم، مهموم. اذا كان هاك معك حق، ما عاد في اخلاص، ما عاد في وفاء. ما قلت بعقلها اذا كان درباس بيسافر بيكون احسن له. ايه احسن له. ايه. بس احسن له من هنا بدي اجيب حق التكت. التكت؟ ايه؟ يعني هي وقفت على التكت؟ ايه التكت. قداش حق التكت؟ انا بعرف. بتعرف. ما بعرف. طيب انت شوف قداش حق التكت وانا بتطالك. ماشا. عليا. ايه. والمصوريف. ايه. والتكت. وانا بعطيك بايدك مصريات مشان تشتري فيها على الطريق. ايه ماشا. بس حق. انت سافر. بس انا بدي سافر على الخليج. لا لا لا. شو؟ على الخليج. على الخليج لهون؟ ايه. لا هذا الخليج هون فشخه في مصاري. بس يا امين لك شو على الخليج؟ يلا بتروح بتغب لك كام يوم وبترجع. ما بدي اسافر على الخليج. لك انا وين بدك اياني سافر؟ على البرازيل. ماشي. ايه برازيل. ايه لك هيدي بيقولوا عنا بعيده بعيده بعيده. لك بدي انا ابعتك على بلد قريبه؟ انا بدي ابعتك على بلد بعيده بعيده بعيده. بقطع لك تكت روحه بلا رجعه. وليش بدك اياني بقى سافر روحه بلا رجعه؟ مشان سيفي. إيه؟ مشان ترتاح منك. هاش مشان ترتاح منك. مين بدي يرتاح منها؟ هي. مين هي؟ لك هي. لك مين هي؟ لك هلا بلا هي. روح روح فهمني عمل لك مين هي. لا فهمك روح عملني عملني فنجان زهورات. روح لك فنجان زهورات. روح مش اخوتت. ما اخوتت. لا روح من لفا. شو هالاخوتي ده؟ شو هالاخوة؟ سافر على البروزين بترتاح وبتريح. روح روح روح. شو هذا يا شاخ؟ لك انت مين عم تصرخ؟ اهلا 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 بالبيس. ايه حط لنا فنجان قهوه من قهوتك. انا بحب القهوه يا عم صفية. ما بتعديك كلها طفل. ايه بس الحيوة نحن نفقنا يا ابو سليم والله جبر. الله جبر. صار عم تنفق بكيش وبعدك باول النهار. صاري من الصبح وانا ببرو. إيه؟ نفقنا يا ابو سليم. ايه كيفك؟ عاش. انا مشتاقلك كثير. ايه ممنون. شو بدي اقول لك؟ شو اقول لك؟ حترجع سعديه لدربيس؟ تجوزوا اياها ترجع؟ وهيدي شو بخصك من الموضوع اولا؟ وثانيا انا ما بظن يمكن سعديه بترجع بقى على دربيس. هاك بدي اياك انا تكون انت صاحب موقف. وانت شو بيهمك من الموقف؟ انا ما بيهمني شيء بس مشان ما نرجع نظلم لهالمخلوق. بنظلمها مع هيدا اللي اسمه دربيس. ايوه. ما هاك ابو سليم؟ ايه شو هيدا؟ هذا دفتر. دفتر شو هيدا؟ هذا دفتر تشيكي. شيكات. ايه مبين دفتر شيكات. ايه معلوم. ولا شو هذا دفتر شيكات حاملوا شكله هون؟ هيك بيحملوا دفتر شيكات ولا بيخبوه العالم؟ لا انا هيدا دفتر شيكات على طول حمله لانه انا وقت اللي بدها بهيدا دفتر شيكات بجيب ماسوره. معنا على علمي انه انت معك دفتر توفير. مزبوط. ايه بس ابو سليم دفتر التوفير ما فيني كل ساعة ما بدها انا اقدر اسحب منه مصريات. لا هيدا وقت اللي بدها بعمل شيء وبجيب مصريات. شو هالحكي هذا؟ ايه معلوم. يعني عامل شغله انه من دفتر التوفير بيسحبوا لك بدفتر الشيكات. ايه هذا الدفتر انا هلي اش بنك العمل. مين؟ جميل العم. شو دخل جميل العم بامين معك؟ شو قصتك انت؟ شو دخلك بهذا؟ شو كنت دخلك بهذا ابو سليم؟ الرصيد 17,000 دولار. يس شو هذا اللي هون كمان؟ كده مين هذا؟ ايه شكلي حامله 4,750 دولار. ايه مضبوط. لك انا ابو سليم هذا الدفتر بعمل فيه تشيك
وبعطيه شو اسمه بيدي. لا كيف هذا؟ هذا ما نقول لك ما انك شايف اسم صاحبه له واسم البنك على هذا بده يكون واحد مضيع ولا ما راح يضيع فيه. انا حديت فيه مع واحد ولد حمله ومري فيه بالطريق قلت له بتبيعه وقال لي ايه ده بدك حقه وقال لي 2000 اعطيته 2000 وخطه. لك يا ابني ما طلعت بهالتشيك وما طلعت بهالدفتر التشيكات وما عرفت اسم البنك تروح تاخده بيكون صاحبه خارب الدنيا على هلا مضيعه. لا لا كيف لا؟ شو بس الواحد يلاقي دفتر صار فيه يسحب مصريات او فيه يستعملها؟ لا شلا هذا الدفتر انا ما فيني اعمل فيه شيء واسحب منه من البنك. بس تعمل فيه شيء وتروح على البنك بحطوك بالحبس. لا لا لا, لا جريمه هاي. لا لا كان هيك اعطيني. لا لا شو بك؟ بابا اقدر اعطيك اياه انا بدي اروح على البنك وسلمهم اياه. شو تسلمهم اياه؟ حطت حقه 2000 انا. شو 2000؟ 2000 ليره حطت حقه 2000. ولا شو تشتري ب 2000؟ قلت بدي اعمل فيه تشيكات انا وقت بدي بسحب. طيب يا خيي 2000 سي هاي 1000 وهي 2 منيحك. انت هلا بدك تاخذه ب 2000؟ ولك نروح نشوف اصحابه بيكون جنن عليه. بس على كل وينك اذا اجى فهمان او اسعد انا عايزهم قول لهم ابو سليم صار عنك. لا لا روح ابو سليم يعطيه لاصحابه. امين. شو بك؟ يا امين قلبي بقلبي. لوال شو عملت؟ شو عملت؟ حدا بيعمل عمتك؟ شو عملت؟ قولي لي شو عملت؟ دفتر فيه 17000 دولار تشيكات وشيك ما بعرف قديه فيه. كيف تعطي لابو سليم؟ مع ابو سليم روح يعطيه لاصحابه. وشو رح اعرفك رح يعطيه لاصحابه؟ لك عمي هو قال لك. يا بيي شوفي شوفي يا نعمي انتو مين عم تحكي؟ امين. امين شو قصته امين؟ دكتور فهيم؟ نعم يا زغلول. شفني هالدواء هذا. لك هيدا يا زغلول خاصة مدته. خاصة مدته وهيدا شفني اياه هيدا هيدا. هيدا كمان مفعول خالص. شو هو اللي مفعول خالص؟ شو مفعول خالص؟ طيب خذ شوف لي شوف لي كل هالادويه شوف لي شو اسمه. شو هيك؟ هيدا لوجع الراس وهيدا للضغط وهيدا يا سيدي لوجع الظهر. يا زغلول؟ نعم. هالدواء هيدا قد ايه صار له عندك؟ هودي صار له عندي شي 5-6 سنين. 5-6 سنين يا لطيف. شو يعني ما بينفعوا بدي كبهم؟ لك شو ما بينفعوا؟ هودي كلهم للكب. لا انا للكب هات اعطيني هن اخي اعطيني انا بالخلص. وكيف خدهم؟ بدك تاخذهم وحده؟ ولا بشكري بالنص اسكت. ايه بالنص. عمو شكري. نعم بس حطي خد شي من هالدواء هيدا. ليش بقى؟ هيدا الدواء فاسد لانه روح منه شو انا وبلبل بعرف اكثر منه. هيدي لي روق علينا. هيدي لك نص لك هون. هيدي بدنا نقسمها بالنص. ماشي تبع وجعنا. خلينا ناخذ انا وياك مرضى ومعنا كل هالامراض. يلا بنجرب. حطي حقك شو حبين؟ خذ الدواء كلهم بتشفي عوين. هلا تنتهي. شو تنتهي؟ خذهم مثل ما عم اقول لك. ابو سليم لك شو عملت لي بقضية سليم؟ شو بدك من سليم؟ لك بدي وظف هالصبي بشركة الكهرباء. لك الكهرباء لا تبنك تشتغل بالكهرباء؟ ايه معه دبلوم بالكهرباء بدي وظفه لو كان عمي. لك شو اخوت انت ولك كيف حال؟ شو بك؟ عم تقول ابنك معه دبلوم بالكهرباء بتحطه عامل؟ ايه طيب يا صدرة حرام عليكم. بدي وظفه عمي الحياة الله شاء. يا عمي قعد هو ومرته وولاده عندي بالبيت ما بقى فينا. طيب يا ابو تلو عملت له معه ولاده سليم؟ يا خي رحنا عند سليم تأهل فينا وقال اهلا وسهلا بس بالشركة الكهرباء اليوم ما عم يوصفوا حدا ما فيها توظيف. ما في توظيف؟ ايه ما في امر بالتوظيف هيدي. يا عمي مش توظيف توظيف يا عمي بدي اياه عامل يسحب الشركة فاعل يعني حي الله. أيوة. شو ما بتسمي سمي فعل بينكش شو ما بده بيركب عواميد بيطلع على السلم بينزل من السلم بيحمل السلم بس المهم انه يتوظف ولا الفقير المعتل مثل حكايتنا ممنوع يعلاه الشغل والوظيفة. ولا اختار بك انت واخوات ما لحنا كلنا مصرين عند الدولة. لحنا نشتغل كل النهار وكل الليل بكل المطالع بنسمع المصريات وبنزل نعطيهم للدولة سي ضبوطة وصي كهرباء وصي رمي وصي حراسه وصي تليفونات وصي فواتير وصي طالع وصي نادي كله للدوله. شو عم تقول لي ما منا مصريين بالدوله؟ ولك يا عمي لامتن هالحوله بدها لامتن. لك انا عارف لامتن انا لما كنت لوحدي ما كان عندي
اتسمع شغل العيلة الطويل العظيم، مرتي وولادي ما كانت تقع معي، كنت عايت أنا كيف من كان لك يا أخي. بس هلا بعد ما اتسمعت العيلة أنا كنت الأول مطمن للآخر ومزمر بالدنيا، ما في الله معي، هلا صار عندي مسؤولية وهم يا أبو سليم. وأنت كمان لحالي ابنك تعملي معه شهادة صيدلة، من أنا شهادة الصيدلة وهو معاون صيدلة؟ لك معاون صيدلي ولا منه معاون صيدلي؟ بيفهم مثل الصيدلة بس المهم يتوضع. انت هي هو فكره مشان يتوضع بس، بس وظيفة لك يا أبو سليم، لا أنت من عارضين، بس بدنا نوظف الصبي لحتى نلاقي له شغله. ايه بس ما متنسي، لا انت بدنا نتملك يا خيي، لا انت بدنا نوصل نطير هيك مثل حكيت بلاد بالله. واحد بده يقضي شغله بالبليد، بده يدفع كهرباء بالبليد، بده يعمل طلب ثقل بالبليد، بيوقفوه عن طريق البليد، لا بيشوفوا موظف ولا موظف بيشوفوا ولا في بلطيل ولا في عمنطار. هيدي يا فهمين منع على ايامنا. قومي جيبي لي كبايه مي. قومي شبك شيء؟ رحت عند الحكيم؟ لا. كيف عم تاخذ الدواء لك؟ هذا منه شغلي، اسمحي لي لهون. نعم؟ ايه ست ليلى، شو عم تحكي؟ معقول؟ لك يا عم اللي عم تحكي انت معقولة؟ كيف بياخذ أدوية بدون ما يعرف ما يوصف له اياها طبيب؟ ما هذا يلا نازل السفيه. يو 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 يو. طيب طيب. طيب لروح شوف له دكتور. في شيبوب، هذا الدكتور شيبوب جارنا، لشوف بركي بجيب له اياه وبجا. ايه طيب يلا جاي جاي. قومي يا عمي قوم قوم قوم. لك انا بعرف شو بالاستاذ بلبل جايب ادويه مدري من وين، وقعد حاططهم وعم يسفسف فيهم، قال اذا ما ضروا ما بينفعوا، اذا ما نفعوا ما بيضروا. لك يا ابو سليم انا بعرف البخيل بخيل بالمصالي، بس واحد بيكون بخيل على صحته حتى يموت حاله؟ يا عمي هيدي ما بعرف انا، مره هيك عملتها خالتي انا كمان، لقيت عنا شويه ادويه قالوا تكبون، احسن ما تكبون، إذا ما ضروا ما بينفعوا، إذا ما نفعوا ما بيضروا. صفت لك يوم تاني يوم خدناها على المستشفى، ولولا حلم الله كانت روحي. إيه عودي سلامتك. إيه الله يسلمك. قوموا لنجيب له دكتور. يلا أمين أنتو. لوان عود 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 عني شو؟ بدنا كان في حديثنا. إيه حديث مهم كتير. حديثك أنت ويا والرجال حيروح يا عمي الرجال. حيروح لقد روح طعم بين إيدينا. كتب الحديث. آه يا دكتور شو هيك؟ ما ياكل شيء غير الدواء. ايه سيدتكني شو خير انت الله تروح الدنيا ناوي تعملها يا حبيبي؟ شمتان فيني ما هيك؟ لا شو في؟ شو صار لك؟ ما صار لي شيء، بس هيدا هي وزوجها بدهم يموتوني. نحنا شو عملنا لك؟ ما زوجك هو اللي اعطوني الدواء. يا زغلول زغلول. نعم نعم شو في؟ تعال اسمع هالخبريه. شو زغلول بعد املي انت عطيت الدواء لتكلي؟ شو قصتك يا رئيس فهمان؟ امبارح ابنك فهيم الدكتور كان عندي شويه ادويه، قلت له خد شف لي اياهم، شافهم قال لي هودي ما بينفعوا كبهم، عم اخذهم بلبل وشكري قال بدهم يكبون هن. سامع دكتور؟ مزبوط هالحكي؟ مزبوط. وين هالادويه؟ معي. اتفضل يا دكتور. هذا ما بتبقى من الدواء البي، شفهم كلهم. مش معقول. بده نقل على المستشفى حالا هلا بسرعه. ننقله يا دغلول؟ اطلب له الاسعاف. وين؟ لا ما الاسعاف، الطوارئ. طوارئ طوارئ. دكتور ممكن تعملنا ورقه للاسعاف عشان ياخذوه؟ اي بس تيجي الاسعاف بتعطيهم هالورقه وبتقول لهم يعملوا له غسيل معدي. دكتور بعد امرك فيه كمان بلبل وغيره وغيره كل الحي اخذنا الدواء، طالما الدواء ببلاش كلهم بياخذوا منه، بدنا نعملهم بحثيا بعد امرك. معقول حدا بياخذ دواء بدون استشاره طبيب؟ بهالحي عندنا كثير مرضى. تفضل معنا دكتور. تفضل. لك شكرا. حدا بياخذ دواء بدون استشاره طبيب؟ لا سعود ابو صحته ما قبل النصيحه. ما ابي ما ابي خرجه. دكتور طمني صرت دايم معك. مش معقول نفس الدواء. ها طلبوا له الاسعاف. اذا بتريد اطلب لنا الاسعاف لك. لا لا وعلى الاسعاف الطوارئ احسن. شو فرقه معك انت؟ ولك الطوارئ اوفر. يا بابا شرب كبيت هالشاي كيف بتصير؟ بس يا لامك.
مرحبا سعديه. اهلا فهمان. مرحبا، كيفك سعديه؟ نشكر الله. دخلك الاخ ابو سليم موجود؟ نعم موجود، تفضلوا. تفضل سيد اسعد. تفضل تفضل حبيبي سلم. الله يخليك يا سعديه ويحميك، يعطيك العافيه ابو سلام. كيفك حبيبنا؟ مرحبا. بلش الزمور. مين جارك؟ بلش عم اقول لك حيهلكوني معني، خلوني اعرف نام خرب كل النار كل النار. مالك حق، ما هلا نحن وطالعين سالني قال بده يشتغل شويه بالخربر، قلنا له ما عرفتش قدر يحتك. ايه ما البيت بيتنا، لك احنا بيت اخوه لك يا ابو سلام. هلا اللي بدي افهمه انت وياه، شو بيعرفكم انا وين بكون قاعد حتى خرطق من الباب بتجوا لعندي؟ وين ما بكون، كنت بقوط النوم بتفوتوا لجوا، ان كنت عم باكل بتجوا، شو عرفكم اني انا قاعد هون عم بتبقط واكل؟ انا من الريحه يا ابو سليم بسم ريحتك وبدي اعطوك. ولريحه شو بتشم؟ ريحه الاكل. لاي اكل؟ اللبنة والبندورة إلهم ريحة لحتى بتشموها يا عمي حيجننوني. طبعا ما بتكون لبنة أصلية ما فيها غش، ريحتها بتطلع لأول الشارع، وخاصة الريحة اللي عافة عند أبو سليم اليوم. هلأ فيني أعرف حضرتك وحضرته شبكم رايحين جايين؟ بدكم تفتحوا الموضوع بتغير الموضوع، انت بتحكي بموضوع وهو بموضوع، شوفي فهمونا. لك يا ابو سليم، ما كل ما فينا بدنا نحكي بموضوع بتقوم انت بتطير معك قصه، بنقوم نقدر الموضوع. هاي تفضل يا فاطمه. موضوع شو هلا بدكم تحكوا فيه؟ قول 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 يا ابي خذ ريحتك. هلا فهموني من شان شو جاي. لك لا بننرفزك لك ابو سليم. يا خيي ما ننرفز، بس الواحد بيجي على بيته لينضرب على قلبه يرتاح من الناس ومن تعب الحياه. بيجي على البيت تجوا حضرتكم تسموا له بدنك مين؟ بدك قول هذا المين؟ مفتاح بطل لقمة، شو بدك للقاد؟ القصة ما فيها يا ابو سلوم. نحن جايين بموضوع، موضوع كثير مهم ومهم لك كمان بالوقت نفسه. شو هو بقى الموضوع المهم وبيهمني امره انا؟ ما بدنا نجوز البنات. اي بنات؟ بنت خيك. انا عندي خي وعنده بنت بدها تتجوزنا، منين جبت لي هالبنت؟ لا 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 يا ابو سليم، بنت اخوك ما عرفتها. مين هي؟ لك بنت فهمان. خلو لك ما هيك المره خطبتها، ما صار مد مخطبه، منين لك اللي خطبناه؟ فليده هيدي بدنا نعمل لها حلف لفلده. لاختها الثانيه حلفه، حلف فلده. فرده وفريده. ايه شو هدول؟ ليه شو هالاسامي الحلوه اللي لهم؟ بقى متين هيك خي ابو سليم. شو يعني بدك ارجع اقدم لك الباب؟ لا بدنا ناخذ رايك لحتى نعرف اذا كان انت بينبك العريض ما بينبك، بدك ايه ما بدك ايه، بنرضوا بنقبلوا. مين هذا العريض؟ ملك سمع بات ابو مزريب. مزريب؟ نعم. ده في عيلة بالدنيا اسمها مزريب. ما مزريب يا ابو سليم. ايه ايه زرياب. 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 بسمع عيلة بيقولوا عنها عيلة عريقة وأوادي منها. وكمان فوق هاك العريس عنده سيارة وعنده بات. لا وبياخد 1,500,000 و450,000 موظف بالدولة بشركة كهرباء. مليون؟ في موظف بالدولة بياخد 1,500,000، شو مدير قسم هو؟ لك ما مسؤول عن الكمبيوتر. عم قول انا وين عم تروح هالمصرية؟ نقم. اي مصرية؟ مصريات الكمبيوتر. هلا انت فهموني شو الموضوع؟ عم بفهمك مشيخ، حبة بندولة بس طيبة مع الشاي. صدت نفسي بس شفت خلقتكم. قتل البيضة يا عطاب. قتلوا البيضة لابو سليم، خلي يدبر حاله. يا نبي هي مضبوطة. طعمة والزهور. تابلويات 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 صح؟ ها 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 يعطيك العافية. العافيك تفضل، حماتك بتحبك. يعطيكم العافية. يلا عافيك. هيدي طاولة وكرسي 2 3 في رابع. يا عم اول 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 شو يا فهمان، هالحكيم ممتاز الحقيقة. الحمد لله على سلامتك. بديت اسألك انا كيف؟ لا ممتاز. بعدك يا استاذ بلبل بتاخذ ادويه بدون استشاره الطبيب هيك شو ما شفت؟ يلا بتلبدب بدك ابو سليم. ها خلص التوبه بعد اللي شفته خلص فهمان. نعم حبيبي. شو عرس عم اقول لك؟ بده يكون احسن عرس. ايه طبعا. لكن عرف مين؟ ولا اجتني دعوه. بيت مين؟ بيت تدخل عليه نعيم زرياب. شو اسمه؟ ولو مو نعيم زرياب. فهمان؟ بيع الدعوة للأستاذ بلبل وما بتبعت لي دعوة إلها، وقاعد عم تفتح لي موضوع إنه بدك تستشيري شو رأيك بالعيا؟ زلياب؟ زلياب اللي أنا بعرفه ولا اللي أنت بتعرفه؟ لا يا أبو الفهم،
هذه عائلة قديمة عريقة. أنت بتعرف مين زرياب الأول يا أبو سليم؟ لا ما بعرفه. كان أحسن ملحن ومطرب في العصر العباسي، يمكن في قربة بيني وبينه كمان. كمان؟ يعني زرياب طبعني أنا؟ لا، هذه الفوزة بدي وقفها، والعلف ما لازم يكون، والزواج دي مش ممكن تحصل أبدا. مش تحصل أبدا؟ نعم. وليش مش رح تحصل أبدا بقى؟ لأنه هالحمار اللي قدامك أبو العلوس آخر من يعلم أنا عم أعرف إنه في كلوتة وطبعين كلوتة. أبهار ما معك خبار؟ قوم الحاني لألك بس كاكين بدي يصلي الدم ينزل الأرض. قوم حاني لكو. لا 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 ألف ألف عملوا كلوتة، أنا ما معك خبار. ما معقول أبدا ويعملوا عرس وبي العروس ما معه خبر؟ لا لا لا. خيي اجا اليوم شخص وجاب لك هالزرد. ها وانا كمان بعت لي كارت على عشان ليش كان مشير فهمان عمر واخذها دراما كثير وتراجيدي شو معنى ما معه خبر؟ ما معه خبر ابدا. لا برمله مضبوطه يا معقوله يعملوا عرس وبي العروس ما معه خبر؟ اقرا لك شو بقى انا رح اكمل شوف بقيه الاغراض. تفضل تفضل خذني بيعطل. كيف المعلم شكري؟ عجبك يا ابو مصروف؟ لو ما لحقوا عملوا له عمليه غسيل معدي على السريع كي يروح فيه. هيدا عمل مثل المثل، قال شو اطيب من العسل؟ قال له دواء ببلاش. دربس يا دربس يا دربس. امسك لقلك امسك. شو هيدا؟ هيدا تكت طياره. ولا شو هالتكت الطياره؟ هيدا لعلي. لعلي انا؟ ايه. ولا شو تكت الطياره لعلي انا؟ مشان تسافر فيه على البرازيل. اه ليش بدي سافر على البرازيل؟ ما لازم يكون معه باسبور؟ ما معك باسبور؟ ما معي باسبور. روح اعمل الباسبور. اعمل باسبور؟ ايه الباسبور بده 100,000 وانا ما معي من 100,000 100 فرنك. ايه انا بعطيك. ايه ليش هالحول؟ لك يا امين إيه؟ انا اللي بدي اعرفه، انت ليش بدك تسفرني من هالبلاد؟ حتى ترتاحوا منك العباد. وانا شو عم بعمل للعباد؟ بكفي هالمخلوقه المعطره اللي اسمها سعديه. هلا بدك تسفر درباس على البرازيل كرمال سعديه؟ ايه. طيب وقتيش حطيت حق التكت يا امين؟ ايه دفعت اول دفعه 200,000 وكل شهر بدفع 50,000. معقول لك شايدي امين؟ ما في شي سفره هاك قريبه؟ يعني بدك سفره قريبه قريبه زكى عمك يعني؟ ايه في في إيه؟ لا تمسيك لك انا عامل حسابي لكل شيء. كل شيء بدك اياه انا عامل حسابك. مسيك على العنوان هون مكتوب، هون في عنوان إيه؟ بتروح من هون عصور. اي نعم. في هونيك محل بيبيعوا سيارات مستعمله وبيصلحوا دواليب سيارات. سيارات بتروح لهونيك. نعم. صحب المحل صحبة. صحبة. بتقول له بيعتني لعندك أمين. أمين. دغري هونيك هو بيشغلك وبيعطيك 25,000 ليرة كل يوم وبتاكل وبتشرب وبتنام. قلت لي السيارات مستعملة. مستعملة. وبيأكل وبشرب وبنام. إيه. إيه ما عجبتني هالشغلة روح أنت اشتغلي. ما عجبتك؟ لا ما عجبتنا. طيب ليش ما بترجع بتسافر على البرازيل؟ ما أحسن لك؟ إيه ما بعرف بحكي برازيلا. هيدي هي إيه؟ بسيطة. أنا عامل حسابها كمان لكل شيء. لك هذا الكتاب، هيدي كيف تتعلم اللغة البرازيلية بالعربية. ها سيك لألي. لك يا أمين أنت عامل حسابك على كل شيء؟ معلوم شيء ما عملنا وسافر على البرازيل. إيه يا أمين اللي بده يسافر على البرازيل ما بده يكون معه فيزا؟ إيه أنا بشتري لك فيزا. لك يا أمين لشو كل هالشي بدي أعرفه لشو؟ كرمال سعدية. وانت شو دخلك بسعدية؟ انا دخلنا. ما دخلت. لا دخلنا. نو دخلت. لك طول بالك انت ويا شبك حتقتلوا بعضكم. طولوا بالك ومنشوف سعدية ومناخد رأيها وهي بتحكوا. هي ما بتقبل. وشو عرفه؟ لانه درباس هون بس درباس يسافر ويصير بالبرازيل ساعتها هي بتعطي رأيي. يعني بتحبوا لدرباس؟ لا ما بتحبها. بلا بتحبوا لدرباس. لا ما بتحبوا لدرباس. لا بلا بتحبوا لدرباس. كل هالخناق كرمال سعدية؟ ايه انا ما عم صدق. شو قلت؟ الحقيقة ما بقدر اتخذ اي قرار قبل ما اخذ رأي خيي ابو سليم. بس ما قلتي لي خطيبة لمرمر منين جاب مصاري؟ خطيب مرمر اجته ورثة وقال احسن ما يحطها المصريات بالبنك بيفتح محل ألبسة لمرمر وبتقعد هي فيه. بس المشكلة انه مرمر لوحدها ما بتقدر تمشي المحل، ف
فكرنا بدنا إنسانة نوثق فيها تقدر تساعدها وما لقينا غيرك. إلي الشرف ست ليلى، بس مثل ما قلت لك لازم آخذ رأي خيي أبو سليم بالأول. معك حق يا سوسو، عمو أبو سليم مثل البابا. تسلمي. أهلا 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 عمو ليش البيت منور. أهلا أهلا ست ليلى، كيفك عمو مرمار؟ أهلا أبو سليم. خير؟ أبدا، بس بدنا نفتح محل ألبسة لمرمر. يا سلام، يعني أخيرا الأستاذ بلبل حط عقله براسه وقرر يفتح له محل لمرمر. لا لا، ما دخل بلبل، هيدا خطيبة لمرمر، هو جيته ورتي ففكر بهالمشروع أنه يفتح له بوتيك لمرمر، وإن بركي سعدية بتقدر تقعد تساعدها بهالمحل. طبعا، وهي سعدية قدامك، شوفوا اللي بدكن يعملوا. ما هي سعدية ناطرة رأيك. أنا؟ لك أنا الله يوفقكم ويعطيكم العافية، وإن شاء الله بتشوفوا عوش الخير. إذا هيك لكان هيري حالك بهاليومين. ليش المحل جاهز؟ شفنا محلين ورح نوافق على واحد منهم، وأنا حاضرة. منيح كتير، يلا يا مرمر خلينا نروح. عدوا ما تاخذوا شي كمان؟ لا خلاص، شربنا عصير وعندنا شغل لأن. يا أهلا وسهلا. يلا. يا أهلا يا أهلا. طيب. خاطركم. مع السلامة. شرفتكم. سلمينا على الأستاذ بلبل. قولك يا فهمان. ها؟ بدي أسألك سؤال، هالبطيخة حمرة ولا لا؟ لا هيدي احمر من تكلي. ما اختلفني، بس انا شاريه على السكين، بتعرف اذا بتطلع قرعة بدي روح اطرقه بالبطيخه للي بيعني اياها على راسه. يا تكلي. نعم. بعد امك زبلنا سكينه وصينيه. ايوه، ومشان شو السكين والصينيه؟ بدنا نذبح البطيخه وناكلها. يا حبيبي بدكم توسخوا لي الطاوله والارض هون بهالبطيخه. هلا منوسخ لك الارض اذا اكلنا بطيخ حنطعميك منه. حبيبي هون ما في اكل بطيخ. قلت لك هذا شكري على طول الشونيسي. بتاكلوها برا. ماشي يا خيام، روح بناكلها بالسياره. وانا بروح معكم. لا ما تستاهل، انا بروح معكم. ماشي ماشي على السياره. ما طلعتي؟ يلا بطيخ حمرا. زيارة غريبة يا سعادة. ما غريب إلا الشيطان. هو الحياة أنا كنت جيل عن أبو سليم. ما لقيته بالباب، قلت له بد ما يكون عندك. اطلع يا ولد شوف أبو سليم عند الأستاذ الكبير بالبول. صدقني يا أسعد اليوم ما شفته، ليش شو بدك منه؟ هو الحياة أنا جاي بدي كنت استلف منه كام ليرة. ولا شو؟ جيني أجار الباب وفاتورة كهرباء مع بعضنا البعض. وقديش أجار البيت يا أسعد؟ 125,000 بالشهر؟ بالشهر؟ مين قالك بالشهر؟ بالسنة؟ إيش؟ 125,000 بس؟ كثير ما بس؟ لك يا أسعد، اليوم إن دجاجي أجار وأكثر من 1,000,000 ليرة بالسنة. هلا أنا جاي لعندك تسمعني هالكلام، أنا 125,000 كتار علي إجرة بالسنة. هلا يعني ما معك 125,000 تدفع؟ معي 100,000. وناقصك 25,000. لا بدي حق فاتورة الكهرباء. وقديش فاتورة الكهرباء؟ 175,000. يا لطيف، فاتورة كهرباء بشهر اغلى من اجار بيت بسنة. شو بدنا نعمل؟ بقى مغشول منك انا. يعني نحلي ما عندك تليفون يا اسعد؟ ما عنده، ما عندي تليفون. انا مع المخابرات التليفونيه غليانه كمان. كمان غلوها على الاول؟ ليش منك من هالبلد؟ ما عرفت بالجرايد وسمعت بالاخبار؟ بالمئه مئه زيدوا المخابرات. الحمد لله اللي بدفع فاتوره التليفون ابو سليم، ما بنحكي سوا انا وياه. ماشي. هلا المهم شو بدك؟ يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. انا قولوا لي همك اسعد ولو انت استاذ الكل. انت استاذ الطرب. تسلم تسلم. بدي منك هيك يعني سلفه شي 200,000 ليره. انا منين؟ ما معي حبيب قلبي. ما معي. عنداش معك يعني؟ يعني اسعد الله، يعني فينا ندبرك 10,000. 10,000 تدبر له؟ ايه. لا يا شيخي، لا بدك تدينا 200,000 ليره لاخر الشهر. اسعد صدقني ما معي، يعني ما معي حبيبي. ولو يا استاذ، يا حبيب انت، يا بلبل يا صديح. ايوه 200,000 ليره بس لاخر الشهر. قلت لك ما معي، صدقني اسعد ما معي. معك معك، قوم فيش ضيقة خيك اسعد. اسعد سلفني 200,000 بس لاخر الشهر. اسعد اسمع مني، امروا على شغلك حبيب قلبي. وعلى شغلك؟ اه. لا ماني رايح، انا حضل هون
لحتى تجيب لي 200,000. قوم قوم. ها شو بتسمي يعني هذا تشليح؟ تشليح ما تقول تشليح، تشليح تلميح بالزور بالمنيح بالأبيح. بدك تعطيني 200,000 لآخر الشهر؟ قوم وقف على طولك لقلك وتفضل اطلع برا. يلا أنا أطلع برا؟ هيا بتطلع برا. لا ماني طلع لبرا. بعدين هودي المصريات اللي مدكنن على قلبك لمين تركن؟ على لقمة بطنك ما بتدفع، عتيابك ما بتدفع، لكم لصاحبك ما بتفشله ضيطة. كيف يعني بدك تكحشنا؟ ما بروح من هون قبل ما نفسك. أبو نفسك هيكو ها عم يشلحني. لو الشرطة شو هيدا؟ إيه شو هيدا يا أسعار؟ روق أعصابك. مع خبر يا أسعار، هيدي فيها 3 سنين سجن. 3 سنين سجن؟ لا بدي هون انا 30 سنة. ها بدك تطلب الشرطة اطلب، بس خليني في الشارع. لا والله يا روح على شغلك انت، روح على شغلك، انا بعدين بشوفك. روح روح يا استاذ بلبل. انا ما بكحش. خلصنا منك باهلو. ما تقول خلصنا منك. انا انت ما بكحشنا. صوص بك صوم صغرك. ها كثر العنات بهالايام. ايوه لا 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 ما تمد ايدك وعشر عمرك. وها بعدين شوفك هلا. بعدين ايدك هاي. يلا روح هلا بشوفك حفيه. روح لشوفك. ويح يلا وين؟ من فلتة طال. حول بالك يا استاذ بلبل، هذا اسعد مسكين. ممضيته عمل هيك. طيب شو انا فاتح بنك تسليف لك يا ابو نصرة؟ روق شوية، هلا انا جايك بموضوع حلو كتير. خير ان شاء الله. في عنا حفلة غنية كتير. ها؟ حفلة حلوة كتير وجايب لك رعبونا 400,000. هي تورجيني شوف. 100 مين؟ انتين ليه اربعة. انا اربعة مزبوطين. وين بالحفلة يجينا نقوط قد اجار الحفلة على 3 مرات. هيك بدي هيك. يا خلي الحفلة عرس. ايه برافو. عرس كبير. ايه طالما انت روقت وانا بعرفك انه قلبك طيب. ايه تسلم. شو رأيك نروح نجيب اسعاد والدينه كام ليره؟ ما معي. مرحبا شوية. شكرا. اهلا امين. جيب لي معك فنجان قهوين. نفعني وجمعوا الله. شو القصة؟ ما بتجي لهون إلا بتكون منفع. شو بدي أعمل لك؟ حظك هاد. كل ما بيجي لعندك بكون خلص بيع. أنا بيع من على بكرة بكير. إيه. بدي أسألك. نعم. وين درباش؟ درباش؟ يا درباش. أو دير معلم شكرا. شوف أمين بده إياك. يلا. نعم. مين فتح لي محل نوفوتي؟ لا شي عم تشتغل بمحل نوفوتي؟ ولك انا شفته هي ومرمر بنته لبلبول بمحل نوفوتي. واش عرفك؟ لك كيف شو عرفنا؟ معنا بيع قهوة وبدور كل النهار. ايه؟ شفت مرمر. ايه؟ الحقتي فتت على محل نوفوتي اما شفت سعدية جوا. بدي يكون هيدا الاستاذ بلبول فتح لهم المحل. بلبول احط بالخرج ما وشو هالويش. لو شو دخلوا بلبول يفتح لهم محل نوفوتي؟ هينو محل هذا اللي مفتوح. ولمين؟ لسعدية ومرمر بنته لبلبول فتحين محل نوفوتي. خلط لكن اعتبر سعدية ما بقى مطولة بالمحل، بطلع بتنخطب اوهم. لا 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 لا, لا, لا. ما بسمح لحدا يخطبها ابدا ابدا طالما انا طيب. لك انت شو دخلك؟ ما انت ما طلقت على سعديه؟ واذا طلقت ما بسمح لحدا يخده ابدا ابدا. ها ايه لا في مين بده يخده؟ لا ما بيقدر حدا يخده. لك امين زبط كلامك وفل من هون. عم اقول لك لا مني حفل من هون ومني حفل من هون ومني حفل من هون وفي مين بده يخده؟ بالعالي بالبيت غصب عنك اللي بطلعك كرسي. ضربوا ضربوا ما فيك تطرقني ولا حتى ضربوا 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 هاي لك يا هاي شوفني هاي هاي خلاص هاي الموضوع يا خلاص بيعنا يا لك يا عمي خلاص شوف شوف لك خي بيعنا هالقصة تبلا تحت ضمي خلاص والله معي أنا رويح لوح بس في مين بده يخده؟ لك يخده ولا ما يخده؟ الله دامين دامين شو هذا فهمان؟ هيدا دفتر ورع من الأمين يمكن بيأيد عليه الدين. لا هيدا دفتر توفير. دفتر توفير؟ ايه نعم. أمين معه دفتر توفير؟ ايه مش عارف. لا ما بدي عليك. طبعا هيدا لطيف طبعا هيدا
450,000 تطال خمسة ستة معقولة 450